بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعند وضيال لجستيال كسر وهذا برنامج كله هذا الأخترقة راديها يدرفشين كشبيلة تضبط كان برنامجك وحاولين كإيمان يا حرنت عفمات لقمة قاب مقدشو فرتيلتي سنتر مقالة مقدشو إن وحان مكشك عندنا موضوع عاد مهم وحان مرتي إنه أما هذا كجارت الدكتور عبدولي جمال أحمد وأهد أخترق التقصصي موضوعه إنفرتيلتي أما دالملاعانتا تأخترق مدى يكسو شقين أي طبعاً دور سنة أو حوالك سوكل شقية دالك السودان يسيدو كالتو مقالة ده سهر جيسة سومالان إمن كوحا أوكهول قلا حرنطة مقدشة فرتيلتي مقالة ده مقدشة كسور جيد كوسار دارمها الدبت ده سوماليا إن وحانو كلا شيء كيسن دونا هدي بورالك نقضه شهوة درقة أو آن لحين مركز ينولها وكحان تصابتو إن موضوع عاس أو إنت بدن موضوع عاد حساس أو أيان كلا شيء كيسن دونا إن دكتور أد بدن محسن تهي وقت قاعد نسيد وكاقو مهد علينا كسو دوغ شبل التيفي محاول وكسو دوغ شبل التيفي أد بدن محسن تهي صباغ الشيء أمانتا نقو صباغتين حرن تهي ده مقدش الفرتلة سنتر أد بدن محسن تهي إن موضوع عن كهلا إنه وشقة هذه أنت أسا كشقيين يسي دت كحق بدن هاد المجريان كله إن سكوب المركان أقيحنا معناها أريجان أسوسبيرميا إن محاين وليه كرنا أرت حردا ما كل قلي أسوسبيرميا معناه إحنا قن يسا قفقة أو دمعي إنه بارتان كسميه شاودي سي إسلام مركا مركا بارتان لقو سميه شاودي إن لجوايو وحشرادة حشراتكو معناه وحيان وشيغا نولاها بيه رجل كده حجرة كاسا قصوابا إنه حايس كيس أول قاد كرتو مركا قفكن بيه يسو كمدوانا بيهان عافي وكالة ووح نولاها أو بحرمي سمين كرا أيان هبا يراتي عن قفكن بيه يسو كجرة بيه عادو بيهن باكايمان ايا وحناوا سيمن وحناوا سبيم مركا قفكن سيمن تيو ليه هاي لكي وح حشراتا أو نولا مالا ووسامح الله إنه حايس كيس أول قادو تاسو في الدسياشي سؤال سعون لحيان ومستقبل كل جب عامل لها المهن إنه قف كان دلعي. محاكى أنا مرك. أرد الشيء ده مرك إن كان إنه عزوز بيميا أرد عميم إنا في أنا مرك كوباد شهود ده رجع نورمال كا. الشيء ده نك رجع مرك أو كلنا لسه ما يحاس كيسة حاس كيسة والله بس شيء أي شركة ده سوق عادة وحنا وبيو وحنا ونالة. سوق كلا شهود رجع تراها وحلاقة ربع نورمال كده ما كلاقة هلايو. وأي نقطة هل كمر ونكو كل السمية بيا كيما دا الليستو غيران لبعتين مليون حشرات نولا لما رلبا وحنا تسعود كده ما حواريه ذو وأي نكسر ريا بقول كافرتن بقول كي أفرح بوين في عمر كان تعلو حلو ران كراش صعد كحشاود السعود كده وأي بيو مركب مكان جباب بس كل عام حشرات كنا الوين ومكان كيف كيسة ما نولا سعود كيسة نولا وصعدة سعود كيس وين ومكان جباب إلى تنبض وين صعد كرا مركب حوارة سبير كوتشر وأنا بقول كافرت كسر ريا بقولك أفرح بوني في مركز سواء نورمال أو نية مركز كان الحالة ده أوزو سبيميا معنى واحد نوليبا زيروية أو هبا يراتي عانشرين انت بغان وعلى أحلوق قيبية اللبا النوع وعلوق قيبية هدين نولهن لواي علاد دولاوان بين نقنسا إن أمرك وسومري وحرينيه هاي أو لكن حنيه أيه كوفق شنال أو شقينيه إيه إن أيين حنيه كو آن شقينين أو أيه وآن شقين قبين والله ولا حلوات مركز هو أبستركتر ينون أبستركتر لقد ذكر نقنسا معنا قفتنا هذه حشرات كلوايا لبم بدويان إني واحد أنا حنية شقينا يان أو وضعي سومرين حريين إيو إن أنا أنو حنية سي أنا واحد شقاء أنا قبني أو أنا شقيني مركا لبضة أرمود أيون بار لوكلا لوكلا سعر يا مركا مركا كهل لأنه لبض مدر الواحد اللي سووا جارة إيو واحد سووا اللي هذا هي حكومة مرينا مثل مركا حنية شقينا يان تسلان هذين كهل لأنه مركا حنية أنا كشقينا يان علده واحد ناشية حدا مرك، حنا شيها حدا لابد متبون قنايا، واحد على كوتشلات البلاد أبز فاسا ديفرنس، وايو شاود دم كلا حنيو صار سعران وحلو كهيدا إبرمس كمل هذا، إبرمس كحنيو دش ذكو يعلن وميل ستوريج وشاود دلقو كهيديو، هل كبوم بقى سوق هذا، مدلك تبقى سوق هذا، أمر كيله إلهي مركو قف كان بلاين كابوري، مكتكاب إلهي ومسلم، هي اللي جاي
وشركي سحنيو سمي سميين لكتقع الهيبة وما سمي قفك المركة ما دامو واحد دعيسة إنشاء ودي يبدو مسك لغو كايديو لكن لونتي سوق قادي سي كانت إيشاكوليشن لكتقع وقدامينتنا بينس كحمينتا نيكا كسو ريدي سي طوان بادي سوح حرنسا سوق قادي لهي يعني أبور تيلا قفك نعنو سمي سمي المركة marka qofka inta badan waxa lagu yaqaan marka baartanka la sameeyo oo dhaqtarku qofka jirkiisa taabto wax la garan karo in faasa difference ga leedahay iyo qofka inuu lahayn wax la garan karo talaba soo waxa wayan talabaantan aadin markii tubadi inta markii ay ilaahay uu soo sameeyin xal ma leedahay ee xaladaasi iyadu waa in reversible oo wax hal ma laha halka qofka uu banaa waxa wayan qofka in la sameeyo qalin la sameeyo oo baabsi irbad qofka inta la galiyo biyaha ay wadimiska laga soo qaato maada lagu wax dhuntan transportation weeyaa soconaya ma jiro oo tumbadii isku labadana isku xulahay faasa difference-ga iyo weeyo isku xulahay ma jirto marka ay jaakoosh dhigta geela marka qofka xal soo noqonaya in xirinta irbad laga galiyo biyaalka laga soo qaato beerid la sameeyo wax la x loo sameeyo inta badan ama FF ama x ay loo sameeyo ay labadaas ay u baahan tahay طلبات كين كرتا إن الحرمان وإيجاكوليشن ده توب استركشن إن أي بونتي أي شاود أي كسو بحيسي أي حرمته هذه تاسع كلا عندي بقول نقطة كونشان تل بلاتر أبسنس فرد فرد كون نقطة وحياة بالو يقانا إن خوف كان حارة ده حكم ده إن حد واي فاسد فرد سو بيا رجع أما ح سيمنت وح وحنوا نال وحنوا حشرات ما كان لأنه بيا عاد إنك كتير كيس كايمان يا wax contribution ka bixiya 470 la 470 nation marka maadaama aanu dhuntaasi jirin waxa yaraanaysa waxa biya ee jirka ninka shaawada jirkiisa ka soo baxaysa ayaa aad u yaraanaysa sidoo kale waxa noqonaysa ay sidii tii noqonaysa kan kale obstruction ka isagana sidoo kale waxa xirmaysa qofkan dhunta uu qaba laakiin qaybti ibdhimisku uu furan yahay faasa difference uu furan yahay ejaculation dhagtiga xubinta ninka ku soo ridaysay ayaa xiran halka qofka maad dhuxu ka xiray marka ichaakooda toostrashin gaas markuu jiro laba shaba isaga lifta si saba in meshii fibrosis noqoto fibrosis oo meshii adkaato marka meshii adkaato fibrosis ay noqoto inta badan qofka la sameeyo rectal transfer chain ultrasound qofka la saara kaaso la ogaanay meshan ma obstar ma in fibrosis tahay fibrosis kaas marka meshii adkaato biyo fiican qofka ma soo marayaan ama cyst ama biyo meshii isku xidhe ku sameysmaya marka cystigaas qofka ku sameysmato iyadu waxa keeni kara infection qofkan hore ugu dhacay ba keeni kara waxyaabo badan keeni infection ma ku dhici kara qalin hore ugu dhacay keeni kara hadda markay cystigana ku sameysmato qofka waxa jira waxyaabo lagu garto marka koow waxa inta xilliga uu kulanka sameeyo wax la hayo hypertensivemia in shahawadiisa lagu arko dhiig uu qofku ku arko qofku xilligaas oo kale oo shahawadu ka yaraanaysa haddii aan yaraansa maadaama shaah xiran tahay oo ragu soo daaya BM ka laga hadlayo hal si siibad ilaa shan siiba normala ml ama cc kolba saad qaano qofkan iskaanti wax yar hal cc 1.5 cc ka yar oo ama 0.5 ayaa ka dhibic yar oo tafaqa ka soo dhacaysa qofkan marka qad wax laga yaa biyaha in lagu arko dhiig qofki ku arko waxa dhici karta in unuga in infection badan yeelato waxyaabaha kale marka qaar koo dhici kara waxa kamida in qofki uu xanuun dareemo soo kale in qofka kaadu oo sameynayo qofka xanuun dareemo in marka qaar koo kaadu kala gubto marka obstruction ka hadno waxyaabaha saaxiib kara marka waxyaabaha u badan infection galaftiisana waxyaabaha xiri karo qayb ka noqda oo marka shahooda infection waa laba nooc mid ku dhaca kaadi mareenka ilaa kaliyaha tuunbooyinkooda intan kaadi haysta inta kaadi mareenka isku dar iyo in infectionka laga helo shahooda gudaha hadaba hadii xiniyaha gudihiisa infection laga helo su'aashu waxay tahay infection ragga sidee buu u saameyn karaa waxaan ognahay inta badan dhalmada raggu kuma xidhna age karanka kuma xidhna marka qaar ku waxa yimaada nin 20 jir ah iyo nin 70 jir ah oo ninka 70 jirku ka fiican waxa ku xidhan tahay caafimaadka xiniyaha waa xiniyuhu waa warshada wax soo saarta san naqaano ninku 2 bilo 4 cisho ama 7 ka cisho hal mar gashaa wad sameysta marka sameysto wax lagu ebedibska lo keya qofkan ay xiniyis wax infection line waa xiniyis fiican u shaqeynaya laakiin hadii xiniyaha infection lagu arko 4 sabab ba ka dhalmaysa koow infection dulo waxanta diyaarka oo diyaar qofkan kula sameeyo oo waxna qana qofku 4 la tag saac u sameysta 100 milyan oo xana ilaa 200 milyan oo xana ninkasta oo waxan le 4 la tag saac u sameysanaya 100 milyan ilaa 200 milyan oo xana 100 ka milyan 200 milyan waxa diyaar jirkaaga ina ka baxaan waxa laga qofka halka mar kula sameeyo inay 6 milyan 780 milyan marka ay ka baxaan balgeeyo marka inuu xanti diyaarkayd inuu infection wax yeelo lambar 2
ايوه تي ستورج كايد ما حد نقول لو بلا فرتي عشوا شاود ابد مسكو كيت سلام مرك تي كايد كايد وصوت ولا بلا فرش كده وكان فريش او سو سارمي وصوت انكو لي حدا تدبات سديت انا غدل كاري مرك عادي يعني سدو كله انه فكش وحيلهيو ونغيدي شاود سو ساري لاين سلسكي سو ساري انه ساميو تاسن وحي كينيسا مرك قار كود inay sidii loogu talagalay inuu shaqeyn waayeen oo tarada shaawada ku yaraato infection ka soo yeeyo iyo inuu marka qaar ka infection kaas uu wadadi xiro marka haddii wadadi xiro dhacaysa in xiniin shaqeyn waxba ay dibadda soo baxeen marka saddex shay ba u sawo qofka wuxuu ku dhashmada inay in ma biyo ku sameeyaan xirmaan iyo in infection xiro marka hadaan soo noqono markana ka hadleyno nanostructure ama marka xiniin shaqo joojaan ama wax la yeelo testicular fertilis aad ba xasaas u tahay inta badaw dareem karta qof dhalinyara ama dhowlaatan jira ama soddon jira oo lagu raado xiniyahaagu ma shaqeynayaan ama shahwad ma soo saar karaan ama mustaqbalka wax ma dhali karo wax aad u xanuun badan iyada markaa inta badan waxyaabo kala duwan ba ayaa sabab u istaagi doona waxyaabaha qaar kood waa wuxuu qof ku dhasho waxa y chromosome dysregulation in qofkan waa hidaha y chromosome ama maqay jeetigu ka maqan yahay ama uu si khaldan u shaqeynayo waxa dhici karta marka qaar ku xira Klinefelter syndrome qofku ilaahay ragga ilaahay wuxuu ka abuura ragga si saba ama bil aadan ka ragga dumarba saddex ila tan hidde-sido hooyada ka yimaada iyo saddex ila tan hidde-sido aabaha ka yimaada lix iyo afarta ka karsoon buu leh qofku bil aadan ka sameeyo marka qaar ka waxa dhacaysa marka xaaladan ay jirto qofku wuxuu leeyahay powerful waxa jirta waxa ku qarsoon ايس كروموسوم دهراده او يا ايا او كوبيو كو دخرسو ماجتا marka marka qofkan halka qofkan 64 كروموسوم laha qofkan wuxuu leeyahay 74 كروموسوم leeyahay marka waxa saayid ku hal كروموسوم dheera ايسa ku saayida qofka waxyaabaha lagu yaqaan xakamida inuu qofkaasi salaahana kale gacmiisu ka dhaadheer hima ya suurtagala xinihu yar yaraanayaan oo intan qofka normalka oo ka yaraanayaan qofka darko kala si fiican uga ma soo baxayo waxyaabaha soo dhaw waxyaabaha qofka lagu garan karo marka oo kula kala waxa kamida in qofka xiniihi laba si xiniyood ay xinaarto marka dhalato todobaad marka meel jira bay xiniyu kiishka ku soo dhacaan inay markaas oo kala qofkan xiniisi ay laalayeen ay gudaha ku jiraan oo in dibadda uu soo baxayn inaana qana ilaa wax dibadda uu keenay heerkulka jirkeena kuma noolan karaan heerkulka jirkeena waa 36.5°C ilaa 37°C hayna waxa ku noolan karaan inta badan 23.3°C oo dhacaysa marka waa sababta ay ilaahay dibadda uu keenay inay kiishkan ay ugu jiraan marka ina qofkan xiniis ay soo dag waayaan waxan congenital tahay oo abdominalka ama caloosha ay xiniis ay ku jiraan soo kala xasab kartaa qofkan uu qalin oo kala ku dhaco infection oo kale u yaraantisa ku dhaco mambas waliba kale qofka inta badan qorto kamka arto ay barato kale xog ay barato kale waxyaabahaas waxay keenin karaan in qofka ay xaaladan ay ku dhacdo marka hadii ay xaaladan ay ku dhacdo oo ayna xiniyo ay shaqeynin inta badan waxa lagu yaqaan koow inay xiniyo ay yar yaraadaan oo inta normalka oo qofkan dareemo la xiniyahay aad buu yariin laba inay dhacayso hormoonada inay kacsan yihiin waa hormoonadani marka maskaxda ka yimaadaan waxay la falgelayaan xiniyaha la falgelayaan tan LH ko kanu kimaado land cell kaas la falgelaya hadii markaas kala aan jirin FSH ka LH ko labadu way sareynayaan waxaan u soo maadaama muxshaawada oo nool ay la falgalaan shaqo qabtayna jirin taas marka ay keenaysa in hormoonada sareeyaan cabirka xiniyaha inuu yaraado ay keenaysa marka waxaan soo raacay marka qaar kood xaalad iyaduna saaso kala oo inay oo wax xiniyaha aan wax shaqo qabaneen laakiin iyadu xaaladaas inta badan haday saa u dhacdo way adag tahay in la daweeyo maadaama hormoonada kaan marka wax la isku dayaa in qofka hormoon la dajiyo marka qaar kood uu qofkan ka tirsan dalabka kala qabo ama dhibaato qabo saddex dhowr qaybo kala duwan ayaa loo kala saaraa in la asospemia factor A inta badan eedaas oo kale asospemia factor B ama C inta badan A iyo B daas inta badan xal uma helo laakiin asospemia factor C marka qaar ku wax laga yaaba haddii qofka irbad la geliyo in laga soo qaado shaawad taasoo sabab karta inay suurtagal noqoto in qofkaas wax dhalo kriteriyada dalam qofka la xafad kar soo qaba laakiin tabadan hadii ay in xaaladaas aadu labada factorka ama asospemia factor A ama asospemia factor B haddu yahay labada inta badan waxa dhacda in qofkaas wax xalo una lahayn xaalada kale marka inta laga maado soo raaci karto waxa kamida wax la leeyahay gutrin hypocortisol in hormoonadii ninka maskaxiisa keeminay ay hooseeyaan oo ayna shaawadii wax la falgalayn qofkaas oo kale
waxaa inta badan la siiyaa in hormo dooyin ba jira lagu talagalo qofkaas kale waxa inta badan lagu yaqaan soo kale qofkaas kale ifto inuu yahay qof dheer oo kale gacmiiso inta qof inta sare ayuu badan yahay oo inta sare aqaybto soo caadi laakiin inta sare ayuu dheer gacmiiso soo kale muuqdiiso kale gacmiiso kale jajilaab noqonaya qofkaas kale markaas kale soo kale garkiisu aad uma soo baxayo qofka oo soo kale timihii ama shunta ama bisqanta ama chat sakadar sax jo chatiski dabacadii qofka kalankashay shunta bisqanta ka waxba qofka ma soo baxayaan qofkaas kale hormone replacement ee qofka la siiyo hadii markaas kale qofka uu hormone replacement la siiyo oo dooyin la siiyo way jirtaa in marka qaar ku ay dib u shaqeeyaan ta kale muhiimka aan xaaladan aan ka faa'iideysan waxa tahay marka qaar ku hadhaa waxa jira waxa hormone dawla la testosterone ama hormoonka testosterone ka dad baa laga sameeyay waxaan aad u jeclahay inaan aad uga faa'iideysan maanta hormoonka testosterone ka irbada ee qofka lagu midayo su'aashu waxa tahay ma faa'iido kana mise khasaaro waxa jira marka qaar ku qofka uu hormoon testosterone balaasiyo haddii qofkan hormoonka testosterone irbada qofkan dusha laga mudo testosterone waa hormoonka uu soo raga inuu dareenkiisa fiicnaado taani ba dareenkiisa soo seen laftirbitay hadu xalqoon ee testosterone kaaga oo irbada soo garag loo galiyo hadii qofkan testosterone dibada laga siiyo exogenous dibada laga siiyo wuxuu keenayaa inuu yareeyo inhibition ku sameeyo hypothyroidism hormoonada maskaxda laga soo doon yareeya marka hormoonka naturalka ilaahay dabiiciga qofkan siinayay ayuu qofkan yareeyay taas leftu marka qaar waxa keenta autosomia inkii wuxuu ku xanaan laga waayo laakiin marka irbada waa noo ka dhigaysa inhibition uu joojinaysa hormoonada maskaxda laga soo doon joojinaysa testosterone gudaha baabiinaysa qofka waxa goonaya zero isba ma wax isba xanaan lahayn laakiin marka irbada la qofka laga joojiyo saddex bilood kadib way soo noqon kartaa marka inta badan imka dunida burgada la isticmaalo dunida cidba ma isticmaasho waayo side effect-yada ama saameynta ay qofku keenayso ayaa aad u badan marka waxaan kula talinayaa bukaamada inay isticmaalin wax testosterone testosterone ka dushka isticmaalo keenaya kii dabiiciga adig la gusiyay ayuu joojinayaa wuxuuna joojinayaa hypothalamic pituitary axis kii hoos u dhigayaa kadib taas waxa keenaysa testosterone kii dabiiciga ahaa leer saliskiisu ay soo saarayeen hoos u dhigaya taasina waxay keenaysaa in marka qaarkood waayo testosteronka inta badan uu ka qayb sameynta shaawada halka FSH-kuna sabana uu ka qayb qaato in la soo saaro la maantain gareeyo marka waxaas dhan buu yareynayaa ka dhowtalo zero buu qofka geynayaa marka laba arrimood ba inta badan u badantay xaaladan number ma jiraa marka doctor oo testosteronka cirbada marka la isticmaalayo ilaa ay xaddi loogu talagalay in la isticmaalo mase waa iska socotaa sidaba waqti caadi kuroba la isticmaalo qofka hadii irbadaha qaato dhib ma leh laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay qofkii hadii uu iska qaato iska isticmaalo marka saxa kulanta saas tamaasho ku xidhan tahay imika gabahaan tiin fertility adduunka imika lama isticmaalo waqti hore la isticmaali jiray laakiin imika infertility modern fertility cusub imika qofka looma isticmaalo waxa jira dawooyin kale taa beddelkeeda la siiyo marka inta badan kacidba ma isticmaasho marka waaya in si guud marka aan u eegno marka isbeermaha ama shahwada aan u eegno waxyaabaha yareeya maxaa ka mid ah doctor horta iskuulay shahwada marka laga hadlayo waxyaab badan baa qofka yareyn kara ama dhaawici kara waxaa jira dawooyin ay dadkeenu caadiga isticmaalaan oo farmasiyada aynu ka qaadano oo iyagoo laftooda aan war loohayn oo saameyn kaban kara imika tusaalaan dawooyin gaastrida samatadin la dhahdo qofka sabatadhinta marka qaarku waa la isticmaalaa inkastoo wadankeen aada lagu isticmaalin wadamada aada kusna etoobiya o kale ka mid tahay laakiin sabatadhinta haddana gaastra loo isticmaalaa waa dawaadu fiican dawada samatindho kale marku qofka isticmaalo waxay sabration ku samaysaa hypothalamic pituitary axis hormoonadii FSH laga soo deynaya oo saameynaysaa markay samaysa taas waxay keenaysaa in haddii hadhow tole la waayo FSH ku furan la waayo xiniyahay waayeen wax soo saarkooga baa yaraanaya waxaa jira sidoo kale dawooyinkan isticmaalo calcium channel blockers-ka dhiikarka loo isticmaalo sida dawadan channel channel blockers waa ugu caansan nifedipine oo dadku inta badan isticmaalaan qofkan hadduu dawadan nifedipine isticmaalo laba arrimood bay keentaa nifedipine waxay saameysaa marka qaar la dhahdaa agrosoma reaction oo shaawada raggu afka waxa ku sataa dheecaan agrosoma la dhahda dheecaanka ilaa afkeedu laba wuxuu ku talagay lahay inay gaxanta hooyada dheecaanka ku dalasho imika tusaalaan kale haddii qofka ay kaneeca ku qani ay dushiisa ku qanito kaneecadaasi irbadeeda kuma gashan karto kemika kugu shubaysaa kemikada markay kugu shubto skinkaagu safta u noqonaya kadib irbada kugashansa shaawada ragguna tabtaas kale u shaqaysaa markay efonka ku dhegto dheecaanka agrosoma habay siidaysa marka ofsiidisa uu jeecnaya kadib isbamta markaasa galaysaa marka qofkan calcium blockers-ka isticmaalaya ama dawada nifedipine dawooyinka isticmaalaya waxaa dhacaysa agrosoma reaction interference baa ku dhacaya marka waxaa daciif noqonaya awooddii waxaanta wax ku dalooshanaysa soo kale qofkaasi markuu hadhow isticmaalo waxay kaloo iyaduna saameynaysaa inaysa wax soo saarka shaawada ay saamayso
waxaan jiraa inuu duwan kala isprolactone ko kale duwankaas dhigalka loo isticmaalo antidiuretics kana loo isticmaalo qofka markay toona jirkiisa biyo fara badan gala in qofka biyo jirka laga saaro waa wadnaha kalena sida waa loo wadnahan waa loo isticmaalo dawada lafteeduna iyaduna waxay iyaduna inhibition ku sameysa soo kale hypothalamic pituitary gland axis ku sameysa hormoon maskaxda laga soo deynayo taas inta badan waxay keentaa in wax soo saarka shahwadana ay yareeyso in qofka hamadiisina hoos yareeyo iyaduna way saameynaysaa dawooyinkan sida dadkan sida badan sida qaalibka la isaga isticmaala shahwada yareyn kara waxyaabahan kale qofka yareyn kara waxaa ka mid ah stresski waxa ugu daran waa stress haddii qofkan walbahaar badan waa stresska hypothalamus maskaxda laga xukuma haddii qofku stress fara badan ku dhaco macnaha warshadii ama centerkii laga soo deeniyey gonadotropinka laga soo deeniyey stresska laga soo deeniyey waa la saameynayaa marka stresska qayb uu ka qaadanayaa waxyaabaha kale shahwada inta badan hoos u dhigi karo waxaa ka mid ah infection-yada waa ka mid ah qofka isagoo infection-ka ku dhaco wuxuu u dilayaa waxaa ka mid ah balwadda waa ka mid ah sigaarka oo kale amadka ascorbic acid sigaarka oo kale qofka markuu jirka ku dhaco oxygen-di gudaha tagaysaa yaraanaysa ama ama antioxidant-ka ama wixii suxay shahwada raggu markay dhimato marba agrosomaska sun buu sii deynayaa kadibna suntaas xinaya antioxidant-ka jirka waa laga sifeeyaa ascorbic acid wax laba jirta marka sigaarku wuxuu yareynayaa ascorbic acid aas yareen hadduu taa yareeyana taas waxay keenaysaa in qofka toxicity qofka ay ku badato marka sigaarku wuxuu ka mid waxyaabaha saa u saameynaya jaadka oo kale waa ka mid waxyaabaha balwaddu inta badan iyaguna way saameyn karaan waxaa ka mid qofka habitkiisa qofka oo maxay toolahayday maxay toolahayday qofka hadduu habeenka ol xili fiican seexan waayo oo melatoninto kale waxaa ka mid tahay waxyaabaha shahwada ka qabta hadduu qofka hurdaf ku fiican heli waayo iyadana soo kale way saameynaysaa waxaa ka mid a qofka lof exercise samey waayo oo maxay toolaha iska fadhiya fadhigu inta badan waxyaaba obesityga oo kale hadduu qofku iska fadhiyo kale waxaa ku bata hormoon leptin la dhahdo hormoonkaasi wuxuu inta badan saameeyaa testosteron ku saameeyaa hadduu testosteronka saameeyana shahwadii baa yaraanaysa marka sidoo kale hormoonka leptinka oo kale wuxuu kor u qaadaa estrogen kor u qaadaa kaasoo keena qofka inuu nocayro nasis ninka ay waaweynaadaan oo kale hamadiisa way yaraanaysaa oo testosteronka yaraanaya soo kaleo liptinkaas estrogenka jirkiisa qofka ku badanaya taas waxa keensa ay naasihiis oo kale ay waaweynaadaan bay keenayaan marka iyadu lifta cayalku qeyb bay ka qaadanaysaa ama fadhiga access ku yaraada iyadoo hormoonka liptinka badanaysa waa mahadsanta doctor wax aad u badan aad ka sheekeynaysaa malaha mararka qaarna waxay u baahnaanaysaa in la yala jaljalciyo inkastoo aad si fiican u sharaxday xagga age difference ma jiraa horta laga hadlayo horta wax age inta badan age ma jiro haddii ay noqoto oo qofku ku dhalanayaaba marka qaarkood oo qofkii markuu dhasho isagoo xaaladan ku dhasho ifka imanaya marka ay jiloonayo gaara ma jiro laakiin waxa u badan keeni kara waxa weeyaan inta badanna marna waa baraamir marna waa sekendari marna qofkan shaawadu hor u lahaa inta kale inta badan obstructionka uu xirbi karaa marka laakiin inta badan tan kale non obstructionku inta badan dhalasha u badan tahay laakiin tan xidhnaashaha ama infectionkaasa xidhaya ayaa xidhnaasha keenaya ama infection baa xidhaya haddii ayna iyadahayn congenital bilateral absent coffee difference-ga taasoo qofka tuumbada uu lahayn mooyaane obstructionku xilli kolo iman karaa kaaso oo inta badan ay sista xidhi karto ama fibrosis ku dhici karto iyanu infection xidha markaa marka laakiin tan kale inta badan waxay ku badan tahay inay waxa lagu dhasho noqdo laakiin wax specific ay different oo jiraa ma jiro waana qofka wax kastoo ku dhici karta marka dhinaca daawan waa inaan dhinaca kalena aan ka fiirino waxaa haddeer soo sharaxday su-aashaasha ka horreysay waxyaabaha yareeya shahwada inay yaraato keena maxaa lagu kubcin karaa marka horta koli horta shahwada marka laga eegayo waxaa muhiima horta in la ogaado horta dhibtani halka jirta in la ogaado dhibtani ma tirada ka jirtaa ma socod ka jirtaa ma qaabka ka jirtaa marka la ogaado waxaa jira dawooyin kalo kala duwana loogu talagalay annagu muqdisho fertilisatar ahaan waxyaabaha aan aadka noocay waxaa ka mid a inaan isticmaalo dawooyin specifica oo cayiman dawooyinkaasoo shaqo kale gaaro toos u qabta haddii qofkan aragno inay waxaanta socod ka liidato waxaan toosina dawo socodka kordhinaysa socodka hadday dhibaato ka tahay tirada hadday waxaan ujeedaa ay tirada dhibt spam conta hadday tira ahaan dhibt ka taagan tahay waxaan siinaa dawo tirada shaawada badanaysa haddii aan ogaano inay ciladdu ay ka taagan tahay socod ka taagan tahay ayna soconayn waa motilitiga waxaan siinaa dawo socodko kaleeta ka shaqeynaysa haddii aan ogaano morfologiga ama qaabka inay ciladdu ka jirtana waxaan siinaa dawo inta badan morfologiga ama qaabka saameynaysa marka waxaan jeclaa hal su-aal inaan uga faa'idaysano su-aal inta badan ragga soomaaliya noo yimaadaana ayna weydiiyaan inta badan ragga soomaaliyad badanna ay qabaan
أنت بدنا والبحر رجع مركز طبقة وورد بعشرة وحياوة قدرتك أي مسكحين أو آمنان صح لكن أنا عارف ما كنا أنا عارف ما كنا كتشرين إن أنا وحصة عمان كل حين عارين ده سوى حولي بقى قاد أصعمين طوائسة رج نين تو بدك جورسون واي جورسدي أوري أوري ذو قواء أولاد كلا نكلا صورش سالة هانو كلا رجوا حامسين بود أو شهود وحلا لا إن بودس هاي شهود بود وحلا لا بأمسين رقوا شهود مبودس سؤال شميم كان كيف يستنى لما أنت وطينا فانسينا أرتا وحنت رجوا سيادة بقى بيها إنكم مركز صوب حيان وحيكون عن مكان كباب كيس قف كستو بلادنا مركز مكان كباب كيس كل عام نيجوا على كيما دوا حنا واسبين وحنا واسيمان وحنا واقيان وحنا وانا نروى المعركة سجع قيان كا نيكا كيما ريا شهود عاد إلى أركيا قبل الدون تيدا أما مكان كسير فيس كيدا أما مكان جودي سما جلام إلى هاي برتما كروج مثل الجلمة إلى جلام بقى قيان كا وح كوتشرا وإنفكشن بول وايد سلس بولي ونقدر عضاء شركة يا كوتشرا أو دنتبه كوتشرا اسبام لما تبه كوتشرتا تسعد كود اللي تبه كوتشرتا مد اكتفى كوتشرتا مرة قيان كان أما قبل ميكاس كا قيان كا قبل مكان كا باب كده كيما دا وعن في مين أنا وعندنا محقق طور توا فلتر مكارة قيان كان لا عقوت واشان داية وكان قمنا يا وحنت لما تي يا إنفكشن كا يا تم تسعد كود اللي تو يا تمر فرج قاب كده في جاي وعك قد بي وحنت اكتفى قاب كده في عين مرة مركا نينكستا مركو كلان سمايو بيس waxay ku dhacaan mekaanka baabkiisa waxa soconaya service ka dhaafaya ee mekaanka tagaya ee tube ka tagaya waa spam tunnel rag waxa haystaan biyahan aad inay mekaanka ku dhacayaan ay tuubo tagayaan marka rag inuu ogaadaan waxa yar jumping ka sameeyneysa haa wuxuu kuleen ku booda shaawdada oo yarta kuleey marka u sheegna rag Soomaaliyeed ee inta noot waan u sheegnay inta ka noo imana fikir ka qabta wax shahwada oo boodaysa oo qofka laga raba ma jiro waad salaam waxa ugu filan saamay dadku waxa faansiino waxa dhici istamaarka gabadh dhayada fircooniya oo xiran oo la furay in ay ur qaado waayo xubinti ninku gudheeda ma gelin mekaankeedu ma dhawaan hadana ur bay qaad waa biyo dushay ku dhaceen noolahu ku daadanaya marka saas ku tagen walaha waa noolaha saas ka soconaya saa qulqulaya ah noolaha masaafo dheer buu qaada wuxuu soconaya mekaanka baabkiisa wuxuu soconaya maxay toolaahayday إلا صعنايا فلم تمسك صعنايا مركا إسنا مسافر دير صعنايا مركا وحمو يرجع بيس تورما بيج تورما وسا واحد تورما على هذا ورشة كوشة قلة أما بيها المرة دين مكان كي بتجيلين ومركا وحقس واحد كلية تلو بها بنترشن دعو أو معنو يهاي إن بيها أي مكان كباب سكود ولا بس هدول بنترشن دعو هكا هو دعان وحلاقة ربع إن الشنطة قوقة ده بيقف واحد ما كارك وما كلنا على الصمية كله إن قف دمر كبيو مركا ورا بس النقطان قف قصاد دمر لها وربيو دبر بس النقطان لأجو حميمة أليست إن بياس الشنطة قشر كده كشرة سأي ناله يو أو كلام بيرمان وحين ولا وصعنا يا حد واحد وصل نقطان يا وبيع عادية وحين ولا لكن هروسي جد بمركا واه قرتي مركا كاسا نقول في السنة إما تشرين واحد تورد وباهم غير تشرين الدولة واحد كم تشرين وحاس قالك واحد وسكوك خرج بس كام سين واحد بدنا واحد جر دكتور بالشدة إنه يعني مسنت هاي لكن أنا دمكم عدي كرتين صحن شيو هذا ما نكمل هذا قال لنا سيدا أذكر صارتي إيه وسوكو بينا وسوكو بيننا هل يلبا كيسسك نوعنا أبقى بشمحة كحس سكرتها حالدا وعنا ورا أسبوع أسبوع كصنارك waxaan muhiim ah qofka dhaqtarku markii xaaladan ay ku soo baxdo in aad qofka loo kala sheego xaaladu taaytay ma unugyadu baan shaqeynayn mise wadada xiran halkan qofka baaritaanka u sameeyo 196 waxaan u sheegi karaa labada xaalad in ama unugyadu ayna shaqeynayn ama inayna maxay toolaahayday ay wadada xirantay markaa waxaan ma jira dad aan u sheegna xaaladda inay qabaan oo hindiyo kala taga aanu yadoo aanu qallin ku sameeyneen irbad aan gelin ayaan xaaladda soo sheegay kooda wax laga yaqaan fiindiyo kale u tagaya markuu tago ama dad turko kale tago warka in xaaladda aanu sheegay aamin waad dibadda taga waxa lagu sameeyaa baaritaanka uu sameeyay kuu loo sameeyaa irbad baa la geliyaa baabsi baa laga gooyaa ugu dambeynta waxa loo sheegaa intii aanu waanu sheegay kadib wixii soo noqdaa isagoo irbad la soo geliyay oo qallin lagu soo sameeyay ugu dambeynta intii aanu u sheegay loo sheegay marka imka dunidu waa adduyadu infertility gu casriga soo gaadhay laakiin wadamada kale qofku marku tago xalaga yaaba inuuna qofka ajaanibka ee muwaadinka aan ahayn ee wadanka loo geeyin
إنه تشيدوا تاني العام كقاطان أو سصحة وحبل اللي هو قبلين لأن قف كوج مواد إن كان بروسيس صح على مريو ما عنده فرتيل تقول مثلا أسبوع مين مركز لقاه ضيوا وحيابان آت كوتش آت كوجا كمتاي إن قف كوج كلا صار كرا حنيس إنه رتشل يهين إنه شهود ليه وبرد بهني قف كدو أبستركشن شرو حنيس هو الشقيان يان وحبل سوا صار يان مركز بقى كحد مركز قف كوج عشان كبوكامد بوكامد كمدا ويندي كلام درن وبرد وسوس سمي وما أنت أولاد هيستاجرة ولكن عنو الشيء اللي يقون تجين وان خرج كبحين أو حبك كبحين عنو الشيء يقون كوري حلب على هذا واحد شرقة عن كوري وقدر الله إله بر إله حردا كابد له حدون كذا بول باب قوته حردا حلمله مركا قال هو درين كرتا قف دلني يلا عم لا وقف فرحسن أو استشعل أو سؤال وهبية أو كوه ذي ميت أو بهبية مركا قصة قالن عن علة دودي عنو جين أو أتكاش إنك تستقل فعليا أنا حنيس الشقيين قدر كلاه وهالكيسة لكن عافمات كو قبا قفكا انو رجعونا اللهين او وح وحانا اينا اينا تشيركيسو كتشرين او نويدسي اينا الشقينين اعد اوغاتو اعد قطرة اضو محايتو حينيها وما شقينيان رجعين الشقينة لقاما قبا قفكا روطا شكتا في عن صنع لكن روطا محايد دونيسا قفكا عروسي سي اخلاقين الدين كتشرتو ان قفكا خلاو الشاقو ايضو ربتاي مرقودة اعد لدريميس مرقا غير واحد ايكرتا انو هذا الكاسو بحوايو سي اعد قفكا وشي oo laga yaabo aflaato jira shalaato jira xaaladaas kale ma ka sheegayso waa mid dhamaantii aad dareem kareyso jawaad aanu waxaan fartiga shaqeynaa marna waa farxad marna waa murugo maalba farxad iyo murugo noo wada kulmaan waa dareem kartaa marka wax ku imisa inaan gashaanti oo la guursanba oo ofreen failure qabto waxa sidoo kale shaqeynayn oo laga yaabo mustaqbalkan waxba ina dhalin laga yaabo waa dareem kartaa inaan gashaanti la guursanba kaad ku tiraado mustaqbalka inaad ilmo dhasho rajo laga ma qabo waxa siyaashaad ma shaqeynayaan ودريم كتقول دالن يرى مركب كمدة سكولات كلها ذي مرنا وفرح إسحاق هو يتطمن صنع أنا يوم كبوكان كوجود داون موضوعش ده شغنا أوران قادم ودريم كتقول هو يتطبي يتطمن صنع أما شن يتطمن صنع غير لهاي أودي كستو كود عن ناول سي إن معلو هو ينقدنت أو إلى هاي ما أنت دوين كعاد سي ريد دغرمي فرحة عادي يدوب دريم كرتان هو ده فرحة آه ودريم إسحاق فكان نجا فرحة يمرجو وصعتها أي حفيز كمال بنو قبصتها مروان فرحة إن hooyaan ku guuleysanaan ku farxayna mar waxaan ku farxayna waxaan ku naxayna qof dhalinyara oo mustaqbal laha oo ku hammi jiray xilligu dhalinyarta uu shaqeysanay raad yeeshay inuu maalin wuxuu dhalin dhaw saari doono oo riyadii intaas loo ku soo hammiyay iyo hammigu qofkaas laha ataa ilaahay wax halkiis ku maqan waa gaar laakiin caafimaad ku xuqaba sida iyo sida aad ku tiraado marka waa laba arimood marka mar walba murugooda wata waa sax waay waa arin xanuun badan labada dhinac badan leh waa soo koobayna marka tutore taladaada iyo dardaarankaaga aad bulshada u marinaysid horta kale anagu bulshada markastaba waxaan marnaa hal ujeedo kaliyata maadaama muqdisho fertile center ay tahay guud ahaan xurunta horeysay ee Soomaaliya laga furo ee si gaar ah uga shaqeysa arrin fertility-ga isla markaana ay ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo aqoontida dhaqanka Soomaaliyeed iyo shaqaale Soomaaliyeed oo aqoontida aanu toobarnay waxaan dadka markasta kula talinaa inay maxay toolahayday ay ku xirmaan dhaqtarkooda waxaa imika jira bukaamo sanad iyo rag maanta yimaadeen 1 million oo xanaaystay qaarkood anoo wax jeen fertility hab labaad oo la mara qaarkood hal xabo oo xanaan ka helay aan kubcinay 1 million 1 million 6 million ay maanta dumarkood uur leen qaarkoodna loo dhalay 1 million baan ka soo bilownay ilaa 2 million baan ku gaarsiinay maan dhotoon waxay nin waxa garanaya yimid oo ilaa 12 sano jira oo maanta uu imiday 7 million oo xanaaystay isagoo dowladu qaadanaya xaaskiisa uur qaaday aamin waaxteen xaaskiisa uur qaaday waa waxaanta waa la kubcinayaa soo ma marka inta waxaan gudda kula tana inay samar sameeyaan waxaanay process ku baahan yahay waxaan waqti u baahan yahay dowladii response soo baahantay waayo dadkeenu inta badan wax ma sugaan hadal baa qof qoranaya هذا القف كاسكود أبو قادنا يا ماشى سو عربة بمل أبو عرية وعمهما إنه دكتور كنا قف كوح صح وشاف قف كدكتور كا هذا قف كوح قبان كرين الصح هو قبته هذا نروح أبو قبان كرين وحشاف تسوى مهم دكتور كا مسؤولات بسارة بكان كنا مسؤولات بسارة دكتور كا مسؤولات سارة توعي تاي هذا هو قف كان حالة سو حكا قبان كريو هذا هرتش هو موقته إن دكتور كا تشانس لسه دكتور كستو سماليد سو قف كان حادث سو جميل قارو qof bukaan kan waxa uu fiican isaga dhaqaalihiisa iyo inta uu isdhibaateen laha inuu dhaqtarkiisa ku xirmo ilaa inta laga gaaro garan kartaa waxa jira bukaan raga oo aad ugu faraxsan sawirkiisa sanad iyo 5 bilood ama sanad iyo 7 bilood waxaan tan kubcinay oo dhameeytir maanta guushooda gaara
سدو كله واي رغو لبد بلا فتي عشوا لبد بلا افلحن كعشوا اما تدواتن كعشوا وحن عصوب سميسانيا دوركن وحن تصدح بلود كبعنيسي يا تدورك دابا سميس مسا شقيسكم الله وكل دوين وكل دوين مربا بل صدح بلا بعضات كعشوا وحن تصميس مسا وحبات كلها من بحبات كدرسا استوي استبا سوقاسا انت بتقول لك عشا شلتو من هذاك دول تستنكا دوك ما تلقى استعماله ستاندركا وشيغا شيتو مليون هذا كبطين أوركي مكرو معنا شيتو لكن خلاص ولا تم مليون هذا شيتو مليون كبطة ما كان لفتو دو ده شوارب الله ما جبرنا وحن مك جرنا يا نكمل ده بخامة ده أو حن سان كوبيني ودو هر سنة سعيدة أمريكا وحن سان سو قاعد أفرط مليون دو دو بلوني دو دي كورن حن سكيس سينه أنا أوركو قاضي مدة سنة كل دو هذا وحن سان ديارني لكوبيني وسمر ها شدوا كلا دمر كلفتو ده وحانت الدمر وشيك البرامة مرتا حبدا وحانت الدمر ديال قلوب ساقاتا لابقوا للا تنعشوا إلا لابقوا لشان عشيكوا قاتا ودريميس معانه هل كديقة قبل حبدا وحانت ما أنت تمين سيديد ديقو هريسو ديال قلوب عضو مرتا قف كان دو صدح بلا يصيصو حبدا وحانت سواب حي صدح بلا كوربيس صدح بلا كوربيس وسعوتي مركا مركا استابا وحان تيم ببهين مركا دوكو حموضيان تكلم سياح وين هدي نك عاو جوارد سا تشسنا عاو كلن سمايان أو حن توي دم كصاب حضو بيانكوا أليس واحد بين سبعن أورس الجودو يسبدر كل سمايان واحد يدق مرة من ميالا أو حن توي ده أبو هدي عاو كلمان بحربين ما سمين كرام نكوا بيس واحد بحربين سمين كرام تدرس عاو كده كبستيش واحد على شيء شاود يسبدر لا سمينس تدرس عاو كده بحربين سمين كرتا ما كابو كامل مكسو حن كلت تلنا إن أي وقت قاتان إسلامك حن كلت تلنا ضد كلامانيش ونورش كورسو إلا وغيركو هل سنة السنادو إنه واحد بارتان دلما إنه سمين وهي صوتان قد نحويان تدكم ركز قوسدان بقول كوان لباتان أيا كورا يستصد حباوه رأي بقول كو لحما كورا يستان لحب له رأي بقول كو استيتان شنة سنة كوه رأي بقول كو سغاشان ودل الله سنة طوان كان انتم سببت لما يغانو ما دام بربابل تقوب بدا كورا يستان يان مده هل سنة بكامو وحن كولت لنا إن مده هل سنة وعجر بكامان جي مادا وانكو رح شبارك ومرنيو هل سنة صورة ميسو هذا لو غفوا الصعدان هرمون جودان شجرينا سو شغينن دو في تمينا وسينا لكن تومبدن لبعض لوما بحنا شهودنا كان لبعض لوما بحنا لبقف أو هل صنا عن جارين شرق عافماتكم وقولا إن تومبدن لبعض شهودنا لبعض محل عرية قف كان استرس كسوة جودان إنك شم بلود بيسخين أما ليح برد شباب بيت أختر بيت تجين دوين بالقوم بيسجد خلوق لي أفر بشم دوين كور بيكو قاد وين استرس وقابور ماي وحي آمنيا إن سيد عادي كان أور قاد وين دون نورك قاد وعيه. بركة أنت بقفك عن كلات تلنا، إنه قفك لاختر السكوك كابنادو، لاختر كل مسؤول قف مكان كسك إلى وكل حساب تمية. حدان قفك عن الحبوب قبل كرين، قدر ما له حلوة قبل وقت جحبة كديل. حدان رتش كوم مقطع أوشة وحكوم مقطع. إنه لاختر قفك مكان كهندر بالهون استور نقطع. وأوشة قا قف بواك من السمر سمية. سواء كان ده كلام عن ياشا إلا هل سنو بسمية إن أنا محي تولا هاي أنا بعد تان سمين. بركة أنت عشان كلات تلنا. وعيه وما سنت دكتور وحرم إنه كويديو. إن جواها فرتيل التجا، وهذا هو هذا تكمل تحرنت وجوه الرسم وتشكه القشري وحلو هذا يعني أما معنا عاديا الله شجع إنك مديهن تتك السماء داوين كان ليه فم البلانك حرمت إنه مصر يسار ماس أرتا فم البلانك أرتا أوسي بيلسكا أرتا أنت بدن فم البلانك هسه كله أنت بدن ما استعمله وأنا إن فرتيلتي أنا أقول البر هذا النهاية فاهم لو برانكو أنا بس أقف ليش يعلي مركا مركا هذا تقول كستين فرتيلتي وحن ما قل عوا واسي وغاد الله سمي لها مركا أنا وحن هذا نكيت وين سو رقال له مو يعني ما استعماله ما أنا دوين حتى أور ككل فوقي أنت برانكو كانوا مسينه ولا كوا وشدة وفرن حويا كليته سيد أنا ما ضو بحرم الله سمي لها وحن تقول لكم على أور قاد لها ين أنا كش غيرنا مركا إن فرتيلتي وسي سبا وقبل الدنيا وحنت وهذا لقوا كبعيو أما بعرفنا لقوا سمايو اللي كبعيني يدوين كدول استعماليو هذا ما صدقتك وإيش محل هذا ما صدق إن شاء الله ده داود يا أنت سيوكسو جوجيني برنامج كل هذا دخترك أو تدوات كانوا مرتين إنه جوا هاي حرمتي سنة قبوا قني دكتور عبد الولي جمال أحمد أو دكتور أكو تقصصي دوينتا حنظر الملا أنت مقدشو وحواد كله يا حرمت مقدشة فرتيلتي سنتر أو حرمتي جوهرسي موضوع على المانتا أو مقدشة لغفري هرجيسة يكسر شقي يدلك السودان وحن أنت سيكون شقيني إسلام موضوع عن الملانتا أو ضد بدنك السودان وين برهمش كنا وأنا أنت استني أنت يندب وكل مدونه نبتقلي داوديا.